يقول السائل: أنا شخص قادم من الرياض وسأمكث في مكة 4 أيام تقريبا أو أقل، فعندما أتيت إلى الغرفة في مكة أجمع الظهر والعصر وأقصر جمعا وقصرا، وذلك من وصول إلى مغادرتي إن شاء الله، فهل هذا فعل صحيح؟ وهل يجوز للفطر في مكة أيضا؟ إذا كانت إقامتك 4 أيام فأقل لك الفطر ولك القصر، ولكن صلي مع الجماعة يا أخي، ما دام عندك مسجد قريب وتسمع الأذان صل مع الناس، صل مع الجماعة في المسجد، ولا تصلي في الغرفة أو في الفندق وعندك مسجد قريب. أما لو كان ما عندك مسجد، المسجد بعيد عنك ولا تسمع الأذان، فلا مانع أنك تصلي وتقصر كل صلاة فيه. أما الجمع فلا حاجة إليه، ما دمت نازل فلا حاجة إلى الجمع. الجمع إنما يكون حالة السير، حالة السير في الطريق، هذا هو الأحسن. الأحسن أنك ما تجمع، بل تصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا في منى أيام التشريق كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، فدل على أن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، وإن جمع فهذا جائز، لكن الأفضل كل صلاة في وقتها. هذا إذا لم يكن عندك مسجد قريب. أما إن كان عندك مسجد قريب وتسمع النداء فلا يسعك إلا أن تجيب، قال صلى الله عليه وسلم: إن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نعم.